مسألتنا اليوم واحد من البيوع اللي هي في أصلها حلال، ولكن الناس بيستخدموها بوضع قد يكون فيه إشكال. بيع اسمه بيع السلم، وده بيكون في المحاصيل في الغالب. الناس اللي بيكونوا مزارعين، الواحد منهم يكون داري يمول المزرعة بتاعته وما عنده قروش في يده، فبيقوم يعني بيسموه عندنا هلا بيسموه المشال، يقول لك بشيل لي قروش وبعدين بسددها قمح، ذرة، أي حاجة أو سمسم. فالبيع ده يا أخواننا أصله حلال. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يلا، البيع ده شرطه شنو؟ أنت مزارع دار تمول مزرعتك، دار لك قروش، وفي تاجر عنده القروش وداير بعدين يستفيد، بيشتري منك الآن بسعر هادي رخيص على أساس أنه بعدين بعد ما يطلع المحصول هو بيستفيد من الفترة الزمنية دي. البيع ده أصلا مستثنى من بيع اسمه بيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ده حرام. يعني أي حاجة أنت ما بتملكها ما بتجوز تبيعها. طيب، مستثنى منها البيع ده اللي هو بيع السلم. أنت كمزارع بتبيع جوالات من الذرة والسمسم قبل ما تحصد، فده مستثنى من بيع ما لا يملك. طيب، الشرط بتاعه شنو؟ أولا وصف السلعة، توصفها تمام محددة برقم. يعني ما تقول له والله بعدين أنا بديك القروش بتاعتك دي، أديتني 10,000، بديك لها سمسم بعدين. لا، تحدد كم: 10 قنطار سمسم، 10 شوال ذرة، يكون محدد. لأنه لو ما حددنا بندخل يا أخوانا في حاجة اسمها الجهالة، والجهالة دي أي بيع دخلت فيه الجهالة ده بيع حرام. أي بيع فيه جهالة، لما تجي زول تقول له يا أخي أنا مثلا تعال بيع لك الموبايل، موبايل قاعد بيجاي بورا بهنا، وين الموبايل؟ يقول لك هو ده قاعد بيجاي. شنو؟ تقول له موبايل بس بهنا. ده اسمه جهالة، والجهالة من المسائل اللي بتحرم البيع. فقلنا الشرط الأول نصف السلعة ذاتها، 10 شوالات ذرة قمح غيره. نمرة 2، نحدد الأجل. قال لي أجل معلوم، الأجل بتاعي بتسلمني، تقول أنا بسلمك عند الحصاد. ممكن يكون التوقيت توقيت محدد بيوم، تقول بسلمك يوم 1/3، أو بسلمك يوم الحصاد. الحصاد ده معروف، حصاد الذرة بتين معروف، حصاد السمسم معروف بتين. طيب، قال في كيل معلوم ووزن معلوم. الشرط الثالث قالوا أن يكون المبلغ مقبوض في مجلس العقد. يعني ما تقول له خلاص احنا اتفقنا على 10 شوالات سمسم ولكن القروش بديك لها بعد بكرة، ما بيجوز كده. لأنه ده بيبقى شنو؟ البيع آجل والثمن آجل. لا، دي شرطها يكون الثمن مقبوض والبيع موصوف وبعد ذاك الزمن معروف، زمن التسليم. ده يا أخواننا بيع السلم، وبيجوز بهذه الشروط. بغير الشروط دي يبقى البيع ده ما بيع سلم، وبدخلنا إما في الربا أو يدخلنا في بيع الجهالة. إن شاء الله من المرة الجاية كل مرة نتناول لنا بيع لكم جمعة كده نكون عرفنا أشهر البيوع المحرمة والمباحة، وربنا إن شاء الله يعلمنا. بارك الله فيكم.